ايوه رضوان. ايوه يا واد امي. ازيك يا اخويا عامل ايه؟ انا بخير. ها في اخبار جديده؟ في بس بص بقى، الموضوع ده مش سهل ومحتاج ترتيبات ورجاله، انا مش عارف اعمله لوحدي. كل حاجه جاهزه، ما تعتلش هم، المهم بشرني. بص انا ممكن اجيب لك حازم. اسلم يا واد امي، هي دي الرجاله صح. طيب مثلا بقى، بص انا عاوزك تعمل الموضوع ده في السريع عشان مش عاوز اي حد يحس باي حاجه. ان كان عليا انا عاوز اخلص منهم كلهم بخطه واحده، بس الحكايه دي محتاجه ترتيب. رتب وخلص وكلمني. ماشي يلا سلام. سلام. عفالي معز، اهو كده انا اتاكدت انك واحد مننا. بص بقى يا عمي، انا كده مفيش اي حجه، هتيجي معايا تتقدم ليارا؟ طبعا يا حبيبي، والشبكه بتاعتك كمان هديه مني. ربنا يخليك لي يا عمي. الف مبروك عز، ربنا يتمم لك بخير. تعال تعال سلم يا ولدي. كيف حالك؟ نورت الدار يا ابوي. توحشتك؟ كانت نفسي تحس اني خايف، خايف عليك وخايف ما ترجعش تاني، بس اللي صار اني ما خفت. احسن، الخوف وحش، الخوف يجيب خوف ويجيب فقر. انا بخافش عليا يا سالم، ابوك رجال، بخافش عليا. بعدين احنا يعني بنتجروا في انت عارف بنتجروا في حلاوه المولد. وايش اللي جبرنا ايش اللي جبرنا نشتغل في التجاره هذه؟ ليش ما نشتغل في شغل نظيف ويفتح بيوت؟ ليش ما نسوي على أرضنا مشروع؟ كيف اللي تديره رهام الذهبي بنت عمي؟ رهام متعلمة متنورة، تعرف تعمل مشروع وتكسب منه. وبعدين هي تعرف تتكلم إنجليزي؟ أنت تعرف تتكلم إنجليزي؟ لو على الإنجليزي متعلمة، بس أنا وأنت عارفين إني ما هذه المشكلة. المشكلة إنك بتريد تكون هاشم الذهبي، عشت طول عمريك متأثر بيه وبتقلده ونفسك تبقى كيفه. أنا ما قلتش حد، أبوك رجال، ما قلتش حد. بعدين نفرجع أن أنا بقلد عمك هاشم، وعمك هاشم وحش؟ لا مش شيء، بس ما هو أنت يا أبوي، أنت هارون الذهبي. جبت كلمة منين؟ من راسي يا أبوي، أني بكبر وإنت لسه مش واخذ بالك، لسه بتعاملني على إني عيل صغير سنة ورا سنة، بس العيل بيكبر. خليني نساعدك يا بوي، خليني نساعدك واسمع مني كيف ما تسمع من باقي الخلق. أنا ولادك. طيب سلام. يا ولد ولسه ان شاء الله لما قرار التجميد يتفك عن المجموعه الجديده ونبدا في اجراءات ضم المجموعتين، هيكون عندنا اقوى مجموعه تجاريه في مصر ان شاء الله. الف مبروك يا ياسمين، مبروك علينا كلنا يا باري. ولا انت نسيتي انك رئيسه مجلس اداره العيله؟ يعني لازم تشاركينا، وكمان بقى خبراتك الدبلوماسيه دي احنا اولى بيها، ولا ايه؟ أنا جنبك في أي حاجة تحتاجيني فيها ومن غير أي حاجة. من النهاردة باري هتبقى هي المستشار القانوني والإداري للمجموعة، يمكن نقدر نعوض الفشل اللي حصل في المجموعة الفترة اللي فاتت. بالتوفيق إن شاء الله. بعد إذنك عشان عندي شغل.
حتى لما كبرتي كنت بالنسبة لي أختي الصغيرة اللي بحبها وبخاف عليها، وإحساسي ده عمره ما يتغير. أنا حسمت موقفي تماما بعد ما قريت الجواب. صعب، مش هينفع. أنا عايزك أنت تكملي حياتك، تروحي وتقومي وتختاري وتعيشي. أنا بحبك أوي يا دور. أنا عارف. طب بجد بحبك زي أبويا وزي أخويا. بس بقى زي ما أنا عندي فرص كتير إن أنا أعيش حياتي، أنت كمان عندك فرص كتير تعيش حياتك وتلاقي حد تسند عليه. لا لا، مش هينفع خالص. أنا عمري ما هلاقي زي بسمة. هي بسمة، وكانت بسمة فعلا. تحملتني وتحملت ظروفي. بسمة ما كانتش مراتي وبس، لا، كانت حبيبتي وأم ابني. بسمة كانت زوجة يتمناها أي حد. طب عشان خاطر بسمة بقى لازم تبص لنفسك شوية. ومين قالك إن أنا هسيب نفسي؟ أنا عندي كريم إن شاء الله ربي كويس قوي، وأحميه وأحميك أنت كمان. أنا أخوكي اللي هيبقى في ظهرك طول العمر. ربنا يخليك لي يا دور. طب تقومي بقى تعملي لنا كوبايتين شاي؟ تنسيش القرنفل. ها، عايزين نسافر فين؟ أمريكا. أمريكا؟ مش أنا وإنتي ومين بقى؟ أنا وإنت وسعيد بس؟ آه. طب وليلى؟ مش عايزة. ليه يا حبيبتي؟ ليلى بتحبك. أنا ما بحبهاش. ليه؟ عشان هي عايزك تاخدك مني وتاخدنا كماما. ولا أي حد يقدر يعمل الكلام اللي إنتي بتقوليه ده خالص على فكرة. عارف مين دي؟ دي فيروز يا سيف، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفكرني ان انا لسه بني ادم عنده مشاعر وحسيس. من ساعة ما راحت ومفيش اي حاجة في الدنيا بقى ليها شكل او طعم. بس انا اللي مزعلني بجد هتقلمت قدام عينيا وما قدرتش اعمل لها حاجه. انا دورك في الكلام خلص خلاص. من النهارده هتسمعه بس. شكلك مجهد، واضح انك ما نمتش، وده اللي انا طلبته من الرجاله، خصوصا بعد ما عرفت انت قد ايه بتحب الدنيا والعيشه. هتفضل عايش على طول، مش هتنام. انا كمان ما بنامش يا نوح. انت من النهارده هتبقى لعبه نوح. هتفرج عليك وانت بتخلص قدام عينيا حته حته، وكل شويه هجيبك قدام فيروز عشان هي كمان تتفرج عليك وانت بتخلص حته حته. وأي حد كان ليه عندك دين أو طار قديم هجيبه يتفرج عليك وانت في الحالة دي. ممكن أطلب طلب؟ لا،
السلام عليكم علي بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه برهان، ازاي حضرتك؟ انا كويسه. انت بقى اللي في ايه؟ مالك؟ ما هو كله كان على يدك. لا انت شكلك حبيت القعده عندك في النجع ومش فارق معاك ما